يضع الحوثيون وحلفاؤهم المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومن خلفه الأمم المتحدة والدول الراعية للتسوية أمام اختبار جديد في أحد الفصول الطويلة للأزمة اليمنية التي أصيبت بحالة انسداد تام للحلول السياسية على ما يبدو. بعد أقل من 24 ساعة على وصول المبعوث الأممي لصنعاء لعرض بنود خطته التي أعلن عنها في وقت سابق الشهر الماضي، وضعت ميليشيا الحوثي والمخلوع ولد الشيخ تحت الإقامة الجبرية إثر محاصرة مجاميع مسلحة لمقر إقامته. التصعيد الخطير ضد ولد الشيخ يأتي متسقا مع اللهجة الشديدة التي تم توجيهها ضد المبعوث الذي تم اتهامه بعدم الحياد والانحياز للجانب السعودي. ووصل الأمر لرفض الوفد المشترك لميليشيا الحوثي والمخلوع في المفاوضات الالتقاء به، واشترط عليه أن يلتقي ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى. ولد الشيخ الذي ذهب إلى صنعاء بحثا عن تجديد للهدنة قال عقب وصوله أنه سيبحث أفكارا يمكن بلورتها إلى خطة ملموسة ستعرض خلال الساعات المقبلة على الأطراف المعنية. وعلى عكس المرات السابقة لم يتم استقبال المبعوث الأممي هذه المرة في مطار صنعاء، وهما يعد محاولة ابتزاز سياسي لإجباره على الخضوع للالتقاء بالمجلس السياسي الذي سبق للأمم المتحدة إدانة تشكيله واعتبرته خرقا للتهدئة وتهديدا بنسف التسوية السياسية التي ترعاها. حزب المؤتمر جناح المخلوع يبدو في واجهة الحملة بشكل مباشر على عكس حلفائه الحوثيين، حيث اشترط الأول وقف العمليات العسكرية للتحالف قبل الحديث عن العودة لطاولة المفاوضات. وفي تطور لافت غادر رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة عدن باتجاه العاصمة الأردنية عمان وسط تأكيدات عن طلب حكومي بدور أردني لإقناع ميليشيا الحوثي والمخلوع بالقبول بخطة التسوية التي عرضها المبعوث الأممي على العاهل الأردني في وقت سابق. استدعاء الموقف الأردني هو الورقة الجديدة للأمم المتحدة، حيث سبق للعاصمة الأردنية أن استضافت عددا من اللقاءات غير المعلنة بين عدد من الأطراف اليمنية برعاية أممية بين صنعاء والرياض ومسقط وعمان ولندن وطهران. ثمة تقاطعات كثيرة جميعها لا تؤدي للحل قدر ما تسمح بإطالة أمد الأزمة وتشتيت فكرة الحل الشامل الذي يخمد النيران التي أشعلها الانقلاب قبل أكثر من عامين وتجاوزت تداعياتها حدود الإقليم.